بحول الله كانت عندنا الدورة الاستثنائية في جامعة الترابية قصر الكبير يوم 5/8/2020، واللي كتجيب السياق ديالها واحد العدد ديال النقاط، وهي كالتالي: النقاط اللي مدرجة في جدول الأعمال، هذه الترتيبة من النقطة جدول الأعمال، واللي جات الحمولة ديالها العدد ديال المشاريع، وهي كالتالي: كانت عندنا دراسة الوضعية الصحية، الآن هذه تأجلت نظرا الظرفية ديال الكورونا والسيد المندوب الإقليمي تعذر عليه الحضور، ولكن أهم ما كان في هذه الدورة هو المصادقة من جديد على الاتفاقية التعديلية ديال المركب الثقافي، وزارة الثقافة مشكورة، وكذلك البرمجة تحويل بعض الفصول إلى فصول أخرى، واللي أعطت واحد القيمة إضافية وسط المدينة، اللي عتشمل واحد العدد من النقاط: الجهة الخلفية ديال سوق سبتة، الحديقة ديال المنار، الحديقة ديال مقاومة التحرير ديال طريق الرباط، واحد العدد ديال النقاط. وكذلك هنا كان تحديد مصادقة على تحديد كراء ديال باعة جائلين ديال المرينة بلاد زواك، هي كالتالي: 50 درهم الكراء، ثمن رمزي، وباتفاق مع الجمعية المعنية ديال الإخوان أو الجمعات الجمعيات اللي مع الإخوان. وكذلك كنا شي تحملات تدريب مفوض ديال الدجاج، اللحم البيضاء واللحوم الحمراء، وكذلك الإخوان ديال السمك اللي حتى هما تعطات لهم واحد الشاحنة، إذا ثلاثة ديال الشاحنات اللي تعطاهم الإخوان بالوسائل التبريد، يعني ثلاجة كاميون بالثلاجة، باش تبقى تنقل اللحوم للمستهلك في ظروف صحية، نظرا واحد العدد ديال الأصوات اللي كتغوص، خاصة جمعية حماية المستهلك اللي كتطالب باش يكون الجودة في المواد اللي كيستهلكها المواطن، وخاصة المحافظة عليها من شي تلوث ولا شي فيروس ولا شي حاجة. حنا مشينا في هذا السياق، كاينة شاحنة ديال أصحاب السمك بائع السمك، كاين شاحنة بائع اللحوم، كاين شاحنة أصحاب الدجاج. وكذلك كانت هنا مصادقة على واحد العدد ديال النقاط، باش ما ندخلش في الذكر ديالهم عنضيع شوية الوقت، ولكن أنا أعطيتكم الصور ديال النقاط، واللي كانت مهمة بزاف، واللي عطات يعني واحد الاهتمام كبير، هو هذا المعالجة ديال الإشكال ديال بلاد الريسوني. بلاد الريسوني مساكين ناس ضعفاء، كخصهم يخلصوا واحد 15,000 درهم و500 كل دار، كل منزل. اليوم المجلس صدق، مشكور السيد العامل الإقليم والسيد مدير الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، والمجلس الأغلبية اللي صوتت على المساهمة ديال 10,000 درهم من كل مستفيد، يعني 200 ديال الناس، 200 مليون، 200 أسرة اللي عندها 10,000 درهم من أجل ربط الماء والكهرباء، وفي إطار واحد المرونة اللي شفتها اللجنة من أجل هذا الدعم لهذا الفئة. وكذلك المصادقة على واحد النقطة أخرى اللي هي جد مهمة، واللي احنا كنعتزوا بهذا الإخوان اللي سبقوا عليها، هي تحويل بعض الفصول الميزانية، وكذلك المنظمة ديال الإخوان ديال الجمعية الرعاية ديال المكفوفين السادة العلويين، اللي هذه المنظمة طال انتظارهم، ودقنا واحد العدد الأبواب، ولكن السيد العامل المشكور استجب، والمجلس الجماعي كان التزم بواحد المساهمة بسيطة، والتزم بالدراسة. احنا الآن يوم تمت المصادقة، المشروع غادي ينزل على أرض الواقع إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولهذا ليطمئنوا الإخوان اللي معنيين بهذه المشاريع، وهنيئا لساكنات مدينة قصر الكبير على هذا المعالجة هذه الإشكالات اللي كانت كتعاني منها المدينة، اللي غادي تكون الحديقة في طريق السكة الحديدية، الحديقة بلاصة المثلث اللي كان يبيعوا فيها الخضرة قدام السجن المدني، الحديقة بلاصة المحكمة الابتدائية، الحديقة الخاصة اللي قدام المنار، والخاصة اللي طريق الرباط ديال المقاومة والتحرير.
وكذلك بقات الخاصه المنار والخاصه ديال الساحه المرس، هادو دخلوا في الاتفاقيه ديال سيدنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، قريبا غيعرفوا النور. اذا المدينه ان شاء الله تعرف واحد التحول ونحن على قدم وساق، والشكر للجميع، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعافي بلادنا من هذه الافاء. وكان مبارك للاخوان قاطبتان المغاربه حواشر مبروكه، حواشر مبروكه لانه صادفنا مع هذه الاضحى ما كانش في ديك النخوه اللي كخصها تكون، لان كان هناك الحصار على بعض المدن، كاين هناك توجيهات ديال الحج الصحي، كاين هناك واحد العدد ديال الاكراهات. ولهذا نطلب الله سبحانه وتعالى يهز عينا هذا البلاء وهذه الافه باش نكونوا في العيش الكريم مع هذا الملك المجاهد. الله يجازيه بخير، ليل نهار كيفكر كيفاش يرفع من مستوى هذا الوطن وهذا المواطنين. وشكرا.